اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين اموركم؟ هانيه كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي كاملين تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده وعواشر مبروكه، والله يدخل علينا سيدنا رمضان بصحيحه وطول العمر وراحه البال، باش كنتمناو الفلوس الفلوس شي مليار نقسم معاكم يا اختي. ودي الله يجعلها صحة والسلامة. الشراء إلا كان الفلوس وما كانت الصحة والسلامة ما كاين والو. والقناعة، القناعة يا ربي تخليني دائما قنوعة. أنا الحمد لله واحد السيدة اللي قنوعة وكنرضى باش مقسم لله، سو بالقليل سو بالكثير. وقال لك اللي ما يعطيش من القليل ما يعطيش من الكثير. والله يسهل عليا وعلى جميع أمة سيدنا محمد، الله يفرحني ويفرح الجميع في هاد العواشر، والله يفاجئها عليا وعلى جميع أمة سيدنا محمد. وهذا ما كان الاخوان، وان شاء الله هذا رمضان الله يجعل ربي يحنن قلوبنا على بعضياتنا، الله يجعل ربي يفرج همنا. صراحه محتاجين ديك شي زمان ديال العار الجار على جارو، وديك المحبه وداك الاحترام، وتحن عليا ونحن عليك وتحس بيا. يعني مهم بزاف الحوايج افتقدناهم صراحه. الله كنتمنوا انهم يرجعوا وترجع العائلات كيف ما كانوا، شحال هذه اللي ما عندوش، اللي عنده يسول في اللي ما عندوش، يمشيو عنده يقلبوا عليه ولو يكون هو الخايب ولو ما عرفتش شنو يكون. افتقدنا هذا الشيء من جمعه لجمعه، شي كيتجمع عند شي بلا صداع بلا مشاكل بلا طنز بلا انا جبت لك انا درت لك انا فعلت لك. دابا ولا اغلبيه كيتجمعوا على ما نعرف هادي لابسه جلابه ما عرفتش شحال خيطتها الاخرى، حق انا ما بقاش القلب الصافي قليل الا من رحم ربي. رغم انني انا بعيده على عائلتي، انا ماشي زعما كنقول هاد الهضره زعما على راه زعما كان معني على عائلتي ولا شي حاجه، باش نصحح المعلومه من دابا. وانما هاد الشيء اللي كنشوف، يعني الناس بحال ولاو انا جيت لعندك انت حطيتي لي هذه، الاخرى غتعاند غدير حاجه اخرى. راه ما كيجيبناش عندكم الماكله ولا الحوايج ولا بزاف د الحوايج، كيجبنا عندكم اننا كنتوحشوكم كنبغيوكم كنبغيو منين نجيو لعندكم. نجيو انا مثلا نجي عندك بقلبي بيض وصافي، وانت كذلك هو مثلا ملي تجي عندي بقلب بيض وصافي. انا نحط لك اللي قسم الله اللي عندي في داري، وانت كذلك ومثال ما عرفتش كيفاش نوصل لكم المعلومه، يعني كيفاش ما تفورسيش على راسك باش زعما تبيني لي انت زعما راكي واعره وتطاشي وكلاس وهادي وتزيري على راسك، وانا عاوتاني نفورسي على راسي باش نبين راسي راني واعره وكلاس. لا، نبغيك وتبغيني كيف ما انا. نصحيني تكوني معايا فوق الشده، حيت بنادم بكل صراحه قليل الا من رحم ربي اللي زعما تلقايه فوق الشده، تقول زعما تلقايه فوق الشده راه ما كايناش. والثقه صراحه ما افتقدنا الثقه بزاف. انا بدا عن نفسي اقسم بالله الا فقدت الثقه في البشر بصفه نهائيه، بالاخص مرت واحد المرضى مؤخرا. المهم مره لي زعما صراحه كنت كنحلم شي احلام ما هماش، الشيطان كي صلا ما كنصليش زعما، ديما كنبقى نصلي ونقطع ما كنقدرش. المهم بزاف د الحوايج كيفاش غادي نقول لكم. المهم انا مرت لوسي خوها راقي ما شاء الله تبارك الله، راقي متمكنيت وزعما انا ما كنتش كنقول فيا شي حاجه ولا البنات، لا زعما انا الحمد لله عادي كنضحك كنلعب كنتشاط. انا ديما كتلقى فمي متار وضار بالدنيا الدنيا بركله، واخا ما عرف شنو يكون واقع كنضحك عادي. علاش كنقول خليها في يد الله سبحانه وتعالى، واللي كان مكتب لي الله راه غيوصلني راه يوصلني باش ما كان. المهم صافي جا قلت لها فوالا عافاك، انا راني بغيت زعما يعني جي قرا عليا الرقيه هاك. يلا سير بنتي خصها تليفون، انا فوقاش ما كنجي كنصور بنتي ما كتخلينيش. المهم جا باش يقع لي الرقيه، زعما قال لي زعما كتشكي مش حاجه واش زعما علاش بغيتي ديري؟ قلت له لا زعما ما عندي والو، انا غير قلت كما الله زعما تجيني لي هدايا من عندك، زعما نبقى شاده في صلاتي وهادي. قلت له راه شنو كيوقع لي؟ راه كنبقى كنجي نتوضا كيقول لي عقلي لا راه ما درتيش هادي، كنلقى راسي كنتوضا ثلاثه المرات واربعه جوج، عاوتاني صلاه كذلك وميتا كيوقع لي فيها هكاك، مثلا كنخرج من الوضوء ما كنشهدش كنسى انني نشهد. المهم شي حوايج في الشكل
كنكون كنصلي مثلا كنصلي وكيبقاو يجوني شي افكار شي افكار شي افكار، لا حول ولا قوه الا بلا ما نقولكمش الاخوان يا حباباتي يا صحاباتي. المهم مسكين جا رقاني، المهم تزيرت ولكن الحمد لله من بعد عرفتي ترخفت. ملي كيقرا عليا الايات ديال السحر كنتزير بزاف وكلشي كتزير ويديا بحال كيفاش بحال ملي كتعصب ولا كتكنزز سنانك كيديرها كيتقرقبوا هكاك، وقع لي فمي تزير عليا يدي ورجليا لتحت. ملي كيفوت دوك الايات ديال السحر صافي شويه كنغي شويه وصافي، المهم بقيت كنبكي وهادي. المهم ينسالا اكتفي بان عندي السحر الحمد لله موكول والسحر مخطيه. انا اخر حاجه كنت كطيح لي في بالي بانني شي نهار زعما يكون شي واحد داير لي شي حاجه، علاش؟ حيت انا واحد السيده بايده كل بعد على البشر، ما عمرني في حياتي اديت شي واحد في الحياه ديالي زعما، ولو غير قط غير حيوان. انا من نوع الى صدمت غير على القط كنغوت كنقولوا سمح لي كيبقى فيا، يعني ما نقول لكم زعما حقا انا واحد السيده مثاليه ولا ما نعرف، وانما انا ما نقدرش زعما نادي الانسان زعما ما يمكنش داخله سوق راسي بعيده على البشر كل بعد. انا هنايا دابا في طنجه من 2017، تخيلوا انا راه ما عنديش صحاباتي، عندي صاحبتي وحده اللي تعرفت عليها وصراحه ماشي صاحبتي اختي، وكنتمنى يا ربي العلاقه تدوم وتبقى علاقتنا زوينه بيها بخوتها بامها زعما با ما شاء الله واحد الناس اللي يعمرها سلعه، هما زعما اللي حاليا اللي زعما مصاحبه معاهم يمشيو عندي نجي عندهم داروا العرس ولا شي حاجه كيعيطوا لي كنمشي عندهم، هادو هما الوحيدين اللي في حياتي من تم ليهم ما كنعرف حتى واحد وما كيدخل عندي للدار حتى شي واحد. اخر مره دخلت شي ناس داروا لي مشاكل خايبين بزاف، وقعوا لي مشاكل شنقول لكم يعني ما الحمد لله والحمد لله ربي. شو يكون عندكم البناتي قلبكم زوين اقسم بالله الا ربي كيغلبكم على من عداكم. انا دابا هادو زعما اللي وكلوني هذا السحر انا ما عرفتهم صراحه شكون. انا ملي قالها لي الراقي قلت له لا ما يمكنش، انا زعما ما عمرني اديت شي واحد ولا هذا زعما ما يمكنش شي واحد يجي ويدير لي داكشي. قال لي لا راه ما يمكنش زعما راه واخا ماشي ضروري الواحد تكوني درتي له شي حاجه باش ينوضي هذيك، راه غير هكاك تكوني ما درتي له والو يقول له عقله يبغي يشوف عندك شي نعمه ولا شي حاجه. قلت له الحمد لله انا ما عنديش ما خصنيش اللهم لك الحمد، يعني علاش الواحد زعما غادي يبغي ياديني ولا شي حاجه. ايوا صافي المهم عطاني مسكين واحد العشوب عنده فيهم حبه البركه وحبه السوداء وقيله وراك السيد درو شي تخربيق المهم وزيت البلديه وداك الماء ديال الرقيه. وسبحان الله العظيم يا البنات المهم صراحه انا اول مره غادي ندق الماء ديال الرقيه ديال شي راقي، فاش عطاني ندق قال لي كي جاك الماء؟ قلت له عادي. قال لي لا ما يمكنش عادي. قلت له لا عادي. قال لي لا ما يمكنش. صافي ديك الساعه قال راجلي عطيه يعمر لي واحد الكاس ديال الماء من الروبيني، من شربته قال لي شربي هذا شربته، قال لي ولي شربي الاخر. قلت له لا هذا ديال الروبيني بحال لاباس العادي والاخر وهذاك حلو. سبحان الله والله القسم في الاول ما زعما جاني عادي، ولكن منين دقت الاخر ديال الروبيني عاد اكتشفت بان الماء ديال الرقيه سبحان الله العظيم شغنقول لكم حلو قسما بالله حلو. ولقيت راحتي لقيت راحتي يا البنات ما نقول لكمش لغد ليه. قال لي يعني تشربي هذا الكاس فيه داك العشوب مع الماء ديال الرقيه اللي كان فاش كان كيرقيني ساعه المكانه وشي حاجه هو كان كيرقيني، حيت سجلت الفيديو فاش كان كيرقيني سجلوا راجلي وكيفاش نقول لكم وزيت البلديه وفيه تقريبا قليل شي 3 المعالق ولا ما المهم فيه زيت البلديه وانا ما كنحملش زيت البلديه. المهم لغد لي في الصباح نط شربته واستفرغت داكشي استفرغت. المهم زعما صراحه الله ما مصفرغت شي حاجه غير شويه ما بين الصفوريه وداكشي يعني هادشي وصافي. المهم انا ديك الساعه سولت مرت لوسي سولاتو عفوا صافي. وديك الساعات قال زعما الحمد لله يعني ما كلاتش، يعني هادوك اللي كانوا باغيين يعني الناس اللي كانوا يوكلوني ولا الناس اللي حطوا لي داكشي نحنجروا
ما كليتوش، حيت انا في واحد القاعده ملي كنمشي عند الناس دائما بابا كان كيقول لي كيقول لي شوفي بنتي ملي تكوني كتاكلي قولي بسم الله، سواء الماكله سواء داكشي اللي غتشربي ما تشربيهش بزاف باش حتى كان شي واحد داير لك شي حاجه على الاقل ما ياثرلكش على الاعضاء ديالك وعلى الصحه ديالك. تبقاي تاكلي بشويه بشويه وشربي بشويه بشويه الا كان شي حاجه. وعاد في واحد القاعده الا كان شي حاجه ما عجبانيش عند الناس نقدر ندوق ندير لهم خاطرهم وما ناكلش، ما نقدرش اني الا شي حاجه ما عجبتنيش راه امبوسي ناكلها كي قالت مولاتها الله يا ربي. المهم كنعاود لكم هادشي وانا كنضحك حيت صراحه الحمد لله اللهم لك الحمد الله يغلبنا بغيت تخرج لك الله يغلبني على من عاده. انا الحمد لله قلبي زوين كنبغي خير للناس قبل ما كنبغي غير لراسي، ما عمرني اذيت شي واحد والحمد لله اللهم لك الحمد. فين ما كيحفر لي شي واحد شي حاجه كتضر ليام وكيطيح هو بديك الحفره اللي طيحني فيها اللي كنبغي يطيحني فيها. وفين ما كيبغي شي واحد يدير لي شي حاجه ولا يشربك لي حياتي ولا يدير لي المشاكل كتضر الايام وكتضر السنطه وربي كي داكشي كيرجع له هو. على داكشي علاش اللي حفر شي حفره ما يغرقش بزاف حيت يقدر يطيح فيها والله القسم. ممكن نهضر لكم هنا وكنخرج لكم هنا ولكن المهم هذه زعما هذا هو السبب علاش شحال هذه ما حتى شي حاجه في اليوتيوب. راه كنهضر معكم ما كنعرفش نجلس زعما كنهضر متبته ايوا الاخوان وطوطي خصني ضروري ندير شي حاجه هادي ما يمكنش انا راه زعما راه في شكل انا واحد السيده ما منيش 10 ني غير وحده. المهم الاخوان هذا الشيء اللي كاين اللي بغيت نقول لكم ردوا على راسكم الثقه ما كايناش في البشر كيف ما بغى يكون. وانا بعدا فقدت الثقه في اي واحد والله القسم ما نثقش في الواحد من اليوم الفوق ناخذ من عنده شي حاجه ولا ناكل من عنده شي حاجه الا من رحم ربي. انا واخا كنقول لكم هاد الهضره صراحه راه فيا الثقه وداك الشيء ودغيا كنثق في بنادم وهذا ولكن زعما كنحاول شخصيتي نبدلها ماشي اللي جاي يضحك عليا وماشي اللي جا نثق فيه. انا علاش ما كنهضرش بزاف مع الناس وما عنديش معارف مع الناس حيت واحد السيده اللي يقدر الواحد يقول لي جوج كلمات نعاود له قصت حياتي من ا لزيد وقدر يقول لي شي حاجه ولا هادي سينو غادي يضحك عليا وغادي يعاود زعما وغادي غنثق فيه حيت انا ضيا كنثق في البشر. والحمد لله اللهم لك الحمد معايا رضات والديا رضات ماما ورضات بابا كيبغيوني وكيرديو عليا بالليل وبالنهار. وبصح ما كرهتش دابا ندوي شي مكالمه مع بابا تسمعوا يا اختي شحال عزيزه الله يخليها عاد بلا مشطراجم انا قلت لكم ملي كنبقى نطول بزاف في الهضره زعما بالتبات ورزانا كنقيله شي حاجه ما هياش. المهم بابا الله يخطيه عليا والله يخليه ليا والله يخليني ليه يا ربي الحبيب يا ربي. امنيتي الوحيده البنات شي نهار ربي يسهل عليا شي خدمه تكون زوينه ويرزقني الله ونجيب الاب ديالي عنده حيت انا الام والاب ديالي مفارقين. الام ديالي كوميم واخا هي مسكينه مريضه فيها السكر وفيها بزاف الحوايج ماما كوميم خوتها واقفين معاها حبايبي اغلبيه حبايبي وخوالاتي واقفين معاها وقفه ديال كيفاش نقول لكم يسولوا فيها يعيطوا لها يمشيو يجيبوها كان شي مشكل عند خوتي ولا عندها يعني في شكل. بابا حتى هو عنده خوت ولكن بابا منعزل وما قصته بوحدها والعاده بلي كيعيشوا بوحدو في شكل واحد لي زطوار الا جيت نعاودها لكم ما غاديش نساليها. على داكشي اش كنقول يا ربي شي نهار تسهل عليا وتعطيني مناش نجيب الاب ديالي عندي ونكريلو وندبرلو على خدمه خفيفه حيت الاب ديالي مسكين راه كبير عنده 64 عام ولد 59 ونديرلو كاع ما يخدمش انا يكون ربي ميسر عليا ما يخدم ما يضرب تماره ما حتى شي حاجه ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله نفديلو ولو غير شويه من داكشي اللي دار لي بابا حيت انا بابا هو اللي رباني. انا ماما كنحمق عليها وكنبغيها ولكن انا ما عشتش مع ماما انا عشت مع الاب ديالي حيتاش بابا كان خطفنا الماما باش كنتفارقوا ماما حيتاش خطفنا. والمهم غادي نزيد نكثر عليكم ايوا هذا الشيء اللي كاين
بابا صراحه كان كيدير اي حاجه باش يرضيني. زعما دار عليا بزاف د الحوايج، ماشي عليا انا طبعا، انا وخوتي، انا وجوج خوتي دراري، وانا هي اللي فوسطهم بنت، انا هي الصغيره تالي د العنقود. صراحه ما عمرو هو فرق بيناتنا، بالعكس كان كيبغينا كاملين، كيحبنا كاملين، تقاتل علينا كاملين، ضرب الكرفي علينا كاملين، طلع في الجبال و سمح في كل شيء على ودنا، سمح في حياته، في الزواج، في اي حاجه على ودنا. على داكشي انا كنقول يا ربي شي نهار تسهل عليا ونفدي له ولو غير شويه، غنفطي نطفي الفلاش ديال التليفون وغادي نعيط لبابا ونشوف شنو غادي يقول لي. المهم خليكم معايا وغادي تظلم شويه التصويره، الصوره حيت راني كنضوي بالفلاش اختكم باقا ما شراتش الماتيريال. تيسهل ان شاء الله يا ربي باذن الله. المهم كنصور لكم التليفون راجلي حيت اختي هو اللي التليفون ناضي عنده شويه زوين. انا عندي البوشيطه تعطيكم عندي التليفون مسكين مخرجش. والله الا ان شاء الله باغا نبدلو، انا ماشي بزاف نتاكم صحاب نقول نبدل التليفون، تليفوني ما نقدرش غزال والله الا باقي جديد، زعما واخا قديم تسكيكو عليه شو تعينوه لي تهرس لي. ها والله الا باقي زوين، راه غير البوشيطة كنت خديتها فينا ما عرفتش من الحصه رجعات هكا. المهم باش ما نزيدش نطول عليكم انا نعيط لبابا. تسمعوا بابي مصوبيتكم باقا ديري بعدا الصوت. هي ناري عندك ديريها بيا خوتي، انا رد شويه الباب باش ما بنتي الا سمعت غتجي كطير حيت بنتي كتحمق على بابا. بابا كذلك اول اصلا اول حاجه يقول لي في الحفصه. الو السلام عليكم. مرحبا كي دايره الشريف لاباس عليك؟ الله يبارك امين يا رب. بابا ولا لي خطك عليا وكيف بقيتي هاني؟ الحمد لله عواشر مبروكه بصحيحه والسلامه. عواشر كاملين انت بصحه حتى انت وبشي مستقبل مبارك. امين يا ربي الله يخليك ويشوفك تشوف داك البنت كي بغيتي. امين بابا لا لي خطك عليا. ايوا كي داير مزيان؟ الحمد لله ايوا راضي عليا بعدا ولا؟ امي راضي عليا ما تفكريش في هذه الناحيه هذه، شوف غير خدا ربي يرضى عليك حتى هو وصافي. بصح راضي عليا 100%. والله الا 100% يا بلاه. ايوا الحمد لله بعدا منين راضي عليا. بدون شك بلا ما نحتاج نفكر. ايوا كي بقيتي بعدا ياك انت مزيان؟ الحمد لله الله يرضى عليك. كي دايره حفصه؟ كي داير حمد؟ لاباس عليهم كلشي مزيان. بابا انا فاش كنت صغيره عذبتك في تربيتي؟ لا ما كنتش كندير لك زعما شي صلابه ولا شي حاجه خايبه. لا بنيتي والله الا تنحمد الله وتنشكرو على التربيه ديالك وعلى اللي صلحك في دار ربي وما خلاكش تضيعي. امين يا ربي الحمد لله. راه والله ما موصيه زعما، راه كنهضر عادي. راه في خبارك بابا كنت بنيتي في كلشوش بزاف وخصك المطالب بزاف هادي وما خصكش هادي وتتغضبي. باقا غضابه، باقي فيا الغضبه، خصني على من نغضب. بابا في خبارك راني دايره فيديو كنسجلك شنو كتقول، راني كنهضر مع المشاهدين ديالي وقلت لهم غادي تشوفوا زعما غادي نقول بابا واش انت راضي عليا وغادي تشوفوا شنو غادي يقول. راه بابا دائما راضي عليا. لا بنيتي الله يرضى عليك. ياك بعدا كتبغيني؟ كنبغيك يا بنيتي، انت هي الرساله اللي عندي في الحياه. ياك انت هي الرساله اللي عندي في الحياه وتنحمد الله وتنشكرو اللي نجحت في التربيه ديالك وسخر فيك سيدي ربي حتى راكي دايره وليداتك في الحالات. الحمد لله اللهم لك الحمد. لا لا يخطك عليا انت بابا، وانا بك باش زايده القدام والحمد لله رضاتك هي اللي كتحيد عليا بزاف د الحوايج خايبين. ولا يخطك عليا وشكرا حيت انت في حياتي. الله يرضى عليك. يلا انا بلاتي ونولي نعيط لك بابا صافي. يلا غادي نعيط لماما. بالحق ماما تقدر تكون ناعسه حيت ماما مسكينه فيها السكر وخدامه وهادي يعني كتنعس بكري.
هو كيسوني تليفون ماما. سمعها شنو غتقول ماما؟ تقولي واش راسك سخن عليك؟ الو ماما. حبيبتي كي بقيتي؟ سوري عليك لقيتك مشغوله كنتي كتهضري. كي بقيتي؟ عواشر مبروكة يا الحبيبة ديالي، ولا يدخل عليك رمضان بالصحة والسلامة، وباش ما كتمناي يعني علينا وعليك وعلى أم سيدينا وعلى بنيت، والله يشافيك إن شاء الله وعلى خياتك وعلى جميع المسلمين. بنتي الله يسهل عليك، آمين، الله يفتح عليك بيبا الخير. آمين آمين. الله على دعوات شحال فنين، ولا لا يخطك عليا. الله يفتح عليكم بيبا الخير بنيتي انت وخياتك. آمين يا ربي، لا يخطك عليا يا الحبيبة. امين، هلا خطك عليا والله يخليك ليا ان شاء الله بركه. انا نقول لك وين يا بنيتي، اش غنقول لك؟ راه كنبقى دابا راه كتهضر معايا يسرى في التليفون، هي اللي شاداني. ايوا ماشي مشكل، ماشي مشكل. الجراح حمقني ويا قربات تجي وغي خليها على الله. ايوا الله يعاونك حبيباتي، ربي يعاونك ان شاء الله، الله يعاونك. والله بنيتي كلشي كيقيالها بعدا، هاد النهار كنضرب في راسي الجر ما وجد لياش الطبالي وهي جايه. ايوا اش غنقول لك الطيحه. ايوا ما عندك ما دير يا ماما، صبر وخلاص. لا بس الحمد لله، ياك بعدا راضية عليا ياك. هو معلومة بنتي، هو صح. أنا مالي أنا ساخطة عليك، أنا مكنصحش عليك، لا أنا كاع اللي كيديرو فيا كعلو وتعلو. لا دابا زعما أنا راضية عليا بزاف ياكي. أييه بنيتي. وكتبغيني. ومعلومة الحبيبة ديالي. سمعتو؟ وشحال عندي من سلمة. يا أختي يا أختي، راني كنسجل فيديو راكي دابا على المباشر. ايوا لان راه عندي غير سليمه وحده على المباشر. اه اختي وعلاه بنتي؟ ايوا اختي، باش عارفه ماما وبابا قداش كيبغيوني. ايوا شنو؟ يا ويلي واش عندنا؟ ولا لا عندنا يا بنتي غير سليمه وحده، ما عندي لا 10 ولا 20. لا لا خطك عليا الحبيبه ديالي. الظروف بنتي. ايوا الله يفاجئها والله يشافيك يا ربي. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا صحابني غتكوني ناستي وسيري المهم. انا هي اللي شداني بالهضره بنتي. عرفتك عرفتك والله الا عرفتك. وماما ليلتك مبروكه حبيباتي، والله يعطيك الصحه ان شاء الله، والله يخليك لينا والله يسمح لينا منك. امين بنيتي، الله يخليك لينا ان شاء الله يا ربي تاج فوق راسنا. وانا نبغيكم غير تكونوا حسن بنيه اوليدك. امين يا ربي، والله يجمعك منا ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت. امين يا ربي. امين بنيتي. امين. يلا تصبحين على خير حبيبتي. وانت بخير حبيبتي. وانت بخير. وبوسي لي حفيصه. صافي دابا نبوسها بنت عشتي. يلا امي سعيده. يلا باي باي. ايوا المهم بعد ما سمعتو ماما وبابا كيبغيوني بزاف. انا هي تالي العنقود، انا كنت مشيو بعيد. ولكن بنتي ملي جات دات لي بلاصتي اختي، دات لي بلاصتي، بابا مابقاش كيجيب ليا ميريندينا والشوكلاط وداكشي ليا، وماما مابقاتش كتشري لي الحوايج ليا ولا تشريهم لحفصه. ماشي الحق راه هذه الاخوان الظلم. كنقولها انا كتقولي وانت راكي شارفه، هاد الرجل يقولوا لي انت شارفه. راه ما يمكنش انا ما شارفهش، انا راه باقا صغيره. والله الا خوتي ما عرفتش. المهم انا يمكن هكا دايره ولا مانا. المهم دائما كنحس براسي بان باقا صغيره. دابا انا هي راجلي مثلا ملي كيجيب شي حاجه لبنتي وما كيجيبليش كنقولها وانا ولادك حيت بنتك انا ماشي بنتك. كيقول لي سلمى والله 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 الا انت راكي شويه صبابه. كنقول خويا هادشي اللي عطا الله، انا با وانا عندي 20 عام كان كيجيب لي. انا ندوي لكم القضيه شتو، كان كيجيب لي مسكين كل ليله يجيب لي ميريندينا زريعة وكا وكا، وماما عاوتاني ما تخلي ما تجيب لي داكشي. يا سلام. المهم الاخوان باش ما يطواش عليكم الفيديو، حيت الماكسيموم الفيديو قيل غيكون فيه 24 دقيقة. غدي ان شاء الله غيكون الجديد، غادي نحط لكم لا فيديو. كنقول لكم شكرا 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 بزاف لهلا خطيكم عليا. والناس اللي يقولوا لي حقا مره دايره الدراما مره لا، انا نوضح لكم دابا انا يعني ماشي دايره الاخوان، يعني باش بلا ما ندخل في ديك الانتقادات وداك الشيء. انا غير زعما يعني دايره الدراما مره كنديرها مره كنحيدها عادي، وزيدون يعني داك الشيء زعما لا يبقاو يهضروا بزاف. وهذه استغفر الله العظيم داك الشيء يعني قراري انا والزوج ديالي وبيني وبين اللي خلقني.
المشكل هو انك تكوني كديري الدره وتطاطاشي وهادي وقال الله وقال الرسول، تكون كديري شي حوايج ما كيديرهم حتى شي واحد اللي خايبين، وربي سبحانه وتعالى هو اللي كيحاسب ماشي الانسان. هو ما بغيتش ندخل في دوك الانتقادات وتطاطاشي وهادي وهادي. المهم انا وضحت لكم انا يعني ماشي اخوانيه، انا راه تمني كنكون خارجه مره كنديرها يعني ماشي ديك الدره، حيت الدره الله يجعل. كنتمنى حتى انا شي نهار يا ربي نفيق وندير الدره ديال بصح، الدره فمك بعينيك بني بودنيك بحوايجك ماشي غير الدره. يعني كنتمنى ان شاء الله حتى انا، ماشي نقول لكم حق راه ملي كنخرج بلا دره ما كنخرج بحوايج مستورين ولا هادي، لا الحمد لله انا مستوره واللهم لك الحمد محترمه راسي والناس كيحترموني اللهم لك الحمد. ولكن زعما يعني كنتمنى شي نهار زعما انا نبقى نلبس الحوايج مفضفاضي النيت. والمهم بزاف الحوايج، المهم نطولش عليكم في لا فيديو. يلا المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم شكرا 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 اللي خطيتكم عليا، باي باي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، غادي نحط لكم فيديو مور هذا، غتلقاوني في هذه اللبسه بهاد الكماره في هذا البلاصه ديال الشباكيه والعسل. الامور راه ان شاء الله يكون تسلو. يلا باي باي باي.